شرعت السلطات الولائية ببجاية في تفعيل البرنامج المسطر من أجل تعويض عدد من الفلاحين الذين تلفت سلة النيران ممتلكاتهم وتعويضهم برؤوس المشية على مستوى بلديات الولاية. عوضونا في الماعز وعطونا ديجاليروش، هذه البداية ماشي النهاية. اليوم كما راكم تشوفوا سي لو لونسمون دو لوبيراسيون دو لانديميزاسيون دي فو دو باري 2023. أفون تو نطلبوا الرحمة إن شاء الله للناس اللي ماتوا، وهذه أقل حاجة ديرها الدولة الجزائرية تسمى للمتضررين. اليوم بدينا بالماعز، عندنا هنايا في بلدية توجا عندنا 600 رأس ماعز، لأكثر من 70 متضرر. المصالح الفلاحية ببجاية جندت كل الإمكانات اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية في مختلف مراحلها. اليوم التواجد تاعنا رحنا نعوضوا بالمواشي، وين فيها التعويضات تخص المواشي في الماعز والأبقار وخلايا النحل وكذا الأغنام. اليوم نبدأ بعملية توزيع الماعز والعملية تستمر في الأيام اللاحقة. Donc ça y est, c'est le premier arrivage comme prévu. D'afin, on a de wind 75 litres. فلاح بلديات تجاب نكسيلة والقصر وغيرها من المناطق لا زالوا ينتظرون تعويضات الدولة فيما يخص رؤوس المشية النحل والأشجار المثمرة.